متابعينا الكرام، متابعي اخبار الحوزه المغربيه في السبور دائما في اطار الاستقبال ديال النخبه الوطنيه المشاركه في كاس العربيه للرمايه ربيع النبال. وزير الشباب والرياضه سي عدنان والاستاذ مشهد هاني وكاع الناس اللي صبروا على هذه البطوله. الحمد لله كانت ماشي على ما يرام، كان احسن تنظيم، كانت بطوله يعني زوينه بزاف. والحمد لله حنا واخا كان عندنا شي مشاكل هنايا في ارض الوطن تاعنا ورغم الصعوبات الحمد لله تحتينا كل شيء ومشينا الحمد لله، يعني هاد النتائج اللي حصلنا عليها نتائج مشرفه. وكنشكروا كذلك الاستاذ مصطفى رئيس يعني الناجي تاع برشيد، هو تواصل قبلنا احسن استقبال. وكنشكروا الناس في الناجي تاعنا هنا في مراكش تواصلوا قبلنا احسن استقبال. والحمد لله بالنسبه للبطوله كان كل شيء على ما يرام، كان الامن، كان القوات المساعده، يعني كان كل شيء جميع وسائل الحمايه الحمد لله، وما تعرضنا حتى شي حاجه خايبه. ورغم كل هذا تمكنا من اننا نجيبوا الميداي ديالنا تقريبا من جميع اعضاء المنتخب الوطني، تمكنوا من الحصول على الميداليات والكؤوس. ثاني شيء رغم الصعوبات التي واجهناها في البدايه مع البعض، كنقول البعض الاعضاء في الجامعه المغربيه للرمايه بالنبال، لانهم عكسوا لي ما بغاوناش نمشيو وشحال من مشاكل اخرى، لكن رغم هذه المسائل كلها تمكنا من اننا نمشيو ونحصلوا على الميداي. كانت واحد البطاقة إلى الأولمبياد مازالت طالبة.